أهلا بكم مشاهدينا في جولتنا اليومية على وسائل التواصل الاجتماعي لأهم ما تم تداوله خلال العدوان المستمر على قطاع غزة. في غزة حيث تتواصل المعاناة والآلام، نشاهد اليوم مشهدا يمزق القلوب. أب يحمل جثمان طفله الشهيد، يسير بين الركام والدمار باحثا عن مكان لدفنه. في هذه اللحظات العصيبة تتجسد معاناة أهالي غزة الذين يواجهون الموت والفقدان يوميا. هذا الفيديو يوثق تلك اللحظات المؤثرة ليروي للعالم قصة صمود شعب يرفض أن ينكسر أمام هذا الظلم. قلبي راح، طفلة صغيرة فقدت كل شيء في لحظة واحدة. استشهدت عائلتها بأكملها في قصف طائرات الاحتلال على مدينة غزة، تاركة وراءها ذكرى مؤلمة وحزنا لا يوصف. في هذا الفيديو نوثق اللحظات الأخيرة لبراء الطفلة عاشت الحرب وفقدت أغلى ما لديها، لنعيد تذكير العالم بمأساة غزة وصمود أهلها في وجه الظلم. كنا قاعدين في الصالون، كنت ألعب أنا وأختي، لما أصفوا دار جيراننا أصفوا سعدون، دارنا إحنا معهم، وأنا حوضي انكسر، وأخواتي أنا اثنين ولد وبنت مستشهدين في الشلة، أنا ولد واحد، هذا قلبي، هذا الولد قلبي راح، والله راح، راح قلبي، وعمامي كمان اثنين، عمي عبد الله وعمي محمود راحوا، قلبي وأنا بالصوبين، أنا ماما وأختي ورا. معاناة الأهالي اليومية في الحصول على المياه في شمال غزة تتفاقم مع استمرار الحصار واستهداف الاحتلال لآبار المياه. مشهد الأطفال وهم يحملون أوعية المياه لمسافات طويلة، والأمهات اللواتي ينتظرن لساعات على أمل الحصول على بضع لترات من الماء، يعكس واقعا مؤلما وحاجة ماسة لحلول عاجلة. هذا الفيديو يلقي الضوء على جانب من الصعوبات التي يواجهها سكان غزة في حياتهم اليومية. كل يوم بدنا 5 تنكات، يعني بتجينا المية تنكة واحدة في اليوم، والناس أمة محمد عليها، لا بنقدر نعبي ولا بنقدر نشرب. هاي أخوي هجم، أو أخوي عامل عمليتين فتاك في الحرب، أخوي هجم، أو أخوي عامل عمليتين فتاك في الحرب، وهاجم، وفيش غيره إلنا، يعني هو بيعبي واحد برجع أنا باخذ واحد تاني، وهيك على هذا الحال. طب بكفيكم؟ هاد بكفيكم جالون بكفيكم؟ لا والله ما بكفينا، منعبي منه الجناني، منعبي بجلن جنانينا، ومنعبي بضل جلن. طب انا شايفك بتلف من الصبح، وين بتروح وين بتيجي؟ بروح على هذيك المنطقة بهجمين فيها، باجي على هذه المنطقة هجمين فيها، ورا هجمين فيها، مش منطقة الا هجمين فيها. في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها سكان شمال قطاع غزة، تأتي مبادرات ملهمة لإقامة مباريات كرة قدم داخل مراكز الإيواء. في هذه المساحات الضيقة يجد الأطفال والشباب متنفسا للتعبير عن أنفسهم والهرب من الواقع الحصار والدمار. هذا الفيديو يعرض لكم روح التحدي والأمل التي تتجلى في هذه المباريات، حيث تتحول لحظات اللعب إلى إشراقات أمل وتفاؤل. لنتابع. لن نسكت لن نستسلم، لا 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 لا، نبكي لنحيا يا فلسطين، فلسطين بلادي، نحملها جرحا او املا. لحظة قصف طائرات الاحتلال لبرج رقم 4 في أبراج نصيرات. هذا البرج الذي تم تدمير نصفه في يناير الماضي يتعرض اليوم لدمار شامل. في هذا الفيديو ننقل لكم المشاهد المروعة للحظة القصف، حيث يتجسد العنف والدمار في غزة. تابعوا معنا هذه اللحظات المؤلمة التي تضاف إلى سلسلة من الاعتداءات التي يعاني منها السكان المدنيون، لنشاهد معا على حجم المعاناة والألم الذي يعيشه أهل غزة يوميا.
الطفلة ماسة ياسين التي نزحت مع والدتها من غزة لترتقي شهيدة في خان يونس دون أن يراها والدها المحاصر في غزة. في هذا الفيديو نروي قصة مؤلمة لبراءة تفقد حياتها بعيدا عن حضن والدها، لتضاف إلى سلسلة من المآسي التي يعيشها أهل غزة تحت الحصار. تابعوا معنا تفاصيل هذه الحكاية الحزينة التي تعكس واقع العائلات الفلسطينية المشتتة والمعاناة المستمرة. جنبنا وكانت في حضن امها قاعده بترضع، وهي بترضع انقضت لها، وهي طلع مخها وهي بحضن امها وانقصرت، وامها متصابه هي. حسبي الله ونعم الوكيل. مواليد هي الحرب، عمرها تقريبا 10 اشهر، ابوها في غزه ما شافهاش لليوم، واستشهدت الله يرحمها. في هذا الفيديو نقدم لكم مشهداً مؤثراً لعائلة فلسطينية تقيم فوق ركام منزلها المدمر في مخيم جباليا شمال غزة، ويبرز هذا المشهد قوة وصمود العائلة في مواجهة الظروف الصعبة والأوضاع القاسية التي فرضتها الحرب. تابعوا معنا هذه اللحظات التي تعكس تحدي وإصرار أهالي غزة على البقاء والعيش بكرامة فوق أرضهم. لنتابع. إذن مشاهدينا، سنتناول قصصا إنسانية مؤلمة من قلب غزة. كيف كانت تلك الليلة التي فقدت فيها عائلتك؟ أين كنت؟ ما هي المشاعر التي غمرت قلبك وأنت تسمع خبر استشهادهم؟ سنروي لكم بعض من هذه القصص. وفي قصتنا الأولى شادي يتحدث ويقول: لا يوجد كلمات تعبر عن حجم الوجع والخسارة التي تكبدتها لا تقاس، فقدتهم دفعة واحدة، فلذات كبدي أطفالي أمير وراكان وأمي وإخوتي الثلاث وأختي وأطفال أخي الثلاثة وزوجة أخي وأنسبائي، خوات زوجتي وحماتي وأم حماتي وأخت حماتي وابنتها وزوجة أخ زوجتي مع جنينها وابن بنت عمي، وفوق كل ذلك 16 ليلة قضيتها تحت التعذيب والذل في سجون الاحتلال. فقط حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن مشاهدينا، هذه كانت القصة الأولى، وننتقل إلى القصة الثانية. زيد يقول: عندما جاء خبر قصف بالقرب من منزلنا توجهت إلى المنزل بسيارة الإسعاف لنقل المصابين، وتفاجأت أني ذاهب كي أحمل أمي وأختي شهداء والباقي مصابون، وإنما قصف هو منزلنا. الكلمات والكتابات تعجز عن وصف المشهد، فإن في القلب ألم لا يعلمه إلا الله. رحمة الله على أمي وأختي. إذن مشاهدينا، هذه كانت القصة الثانية، ونذهب إلى القصة الثالثة. عبد الكريم يتحدث ويقول عن قصته: كنت طالع بعيد عن البيت اللي كنا نازحين فيه، رجعت انصدمت بكمية الدمار اللي في المنطقة. المسجد اللي جنب البيت انقصف بثلاث صواريخ. شاب حكالي أهلك في المستشفى كويسين، رحت جراي وأنا خايف وعارف إنهم مش بخير، فلقيت أنه أبوي وأطفال أختي التنين استشهدوا، الله يرحمهم ويجعل مثواهم الجنة. إذن مشاهدينا، نتابع وإياكم هذه المشاهد عن أحوال أهلنا في قطاع غزة في ظل هذا العدوان المستمر. أهرامات، هذه الأهرامات. حريق هائل نشب في هذه المنطقة بعد قيام طائرات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف هذا المنزل، كما نشاهد هذا الدمار. هنا انتشال شهيد، انتشال شهيد. ساعة
شهيد الحمد لله رب العالمين. الله ما يدين الله أطول الله نقول الحمد لله. الحمد لله وشكر لله. وحده الله يا جماعة الخير. صلوا على النبي. نشاهد الآن استهداف من الطيران. منزل يعود لعائلة لبدي في وسط مدينة غزة واشتعل النيران فيه. كله علي من البركون. الله
يا عمي تضعك الصابونة تعكش.